محمد، يعني نظرا للظروف اللي احنا عايشين فيها او العالم كله تقريبا عايش فيها بسبب الكورونا، انت قلت لنا ان هم عايشين في جزيره بعيدا تماما عن الناس وعن الاحداث وعن الكورونا والقلق والتوتر. تقدر توصف لنا يعني هم اختاروا الجزيره دي مخصوص عشان يروحوا يعيشوا عليها، ولا هي عم عبد الله كان عايش هناك اصلا فخد زوجته معاه عايش معاها؟ يعني عايزين نعرف برضو تفاصيل العيشه هناك، عايشين ازاي، خدوا قرارهم ان هم يقعدوا على الجزيره دي امتى؟ عظيم جدا. هي جزيره جنب خزان اسوان، وهو اصلا عم عبد الله عايش فيها لوحده من سنين طويله من التسعينات. هو حتى كان بيقول انها الجزيره بدات باننا احنا الاثنين عايشين في عشه، يعني اوضه صغيره. وعمل هناك والله وعمل هناك فرح نوبي، هي طبعا كانت مندهشه ومستمتعه بالفرح جدا طبعا. يعني طبعا افراح النوبه ما فيهاش كلام طبعا. وبعد كده هم استمروا ان هم يبنوا واحده واحده بيت نوبي هناك، والبيوت النوبيه عملوها على الطراز القديم، فهو عباره عن اوض منفصله. يعني في كل حته على الجزيره في اوضتين، في هنا اوضه النوم، في هنا اوضه الضيوف او القعده المخصصه اللي هم يقعدوا على النيل. وهم دلوقتي قاعدين هناك، لما كنا عندهم الحياه هناك بسيطه جدا. انتوا عارفين انه بطبيعه الحال في النوبه هم ناس شيك والالوان حلوه والستايل لطيف، فالبيت مريح نفسيا رغم بساطته. هم طبعا ما عندهمش تلفزيون ولا عندهم اي ادوات كهربائيه، ما عندهمش مروحه ولا اي ولا تكييف ولا اي حاجه، فهم هناك منفصلين شويه عن العالم بتاعنا، وهو ده جزء من راحتهم الشخصيه. يعني لما كنت بكلم مع عبد الله قال لي انا هنا ما اعرفش حاجه عن بره ومستمتع بتفاصيل حياتي. يعني عايشين حياه هاديه رومانسيه زي قصص الافلام اللي بنشوفها او الكتب الرومانسيه اللي بنقرا فيها، يعني ده طلع واقع وحقيقي، وممكن الناس تقدر تعيش تجربه رومانسيه جميله زي دي. ده اللي خلاها متهيألي انها كمان تقرر انها تعيش هنا، لان هي بتقول ان انا بصحى الصبح الجو جميل قدامي النيل، ده منظر ما اقدرش اشوفه في اي مكان تاني. بتلعب رياضه شويه، هي اتعلمت الزراعه فبيزرعوا الاكل بتاعهم بنفسها، بتلعب رياضه شويه وبتقضي وقت الغروب بقى ان هم يقعدوا مع بعض او انها تقرا او تكتب، فمتهيألي ان دي حياه مثاليه يعني. لكن هي بتشتغل حاجه معينه ولا هي قاعده جنب عم عبد الله بتكتب بتمارس هواياتها بس مش اكتر؟ هي هناك في هولندا كانت مديره متحف، وهم عايزين المعاش 67. هي قررت انها قبل 7 سنين من سن المعاش انها خلاص توقف شغل وتكمل حياتها بهذا الشكل على الجزيره النوبيه، انها تزرع وتطبخ بنفسها وتلعب رياضه وتقعد على النيل تتامل، يعني تستمتع بالحياه دي في يعني في الفتره الحاليه يعني.